فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا متابعي قنوات الكأس في كل مكان، أهلا بكم وسهلا. نهائي خليجي 24 هي لحظات حاسمة وتاريخية، ورابع مرة قطر تستضيف كأس الخليج، ودارت الأيام وعادت من جديد البطولة الكبيرة العريقة إلى أحضان الدوحة. كانت البداية في عام 76 هناك على استاد خليفة المونديالي، ثم جاءت في عام 92، ثم في 2004، ليأتي عام 2019 وقطر بطلة لأمم آسيا تستضيف كأس الخليج خليجي 24 بحضرة كل أبناء الخليج. 8 منتخبات شاركت في البطولة، وصلنا إلى المباراة النهائية. حضرة سمو الأمير تميم بن حمد وتشريف سموه للقاء النهائي والختامي ما بين السعودية والبحرين، حضور جماهيري لجماهير البحرين وجماهير السعودية هنا في استاد عبد الله بن خليفة، وترقب لبطولة رابعة للسعودية وبطولة أولى لمنتخب البحرين الذي كان صاحبا للفكرة مع السعودية منذ عام 1970 وحتى الآن، وللمرة 24 يحاول الأحمر البحريني حصد اللقب. وصل إلى مرحلة متقدمة جدا بقيادة هذا المدرب القدير البرتغالي سوزا على أمل حصد اللقب، بينما الجماهير السعودية حضرت أيضا في المدرجات تؤازر وتشجع المدرب الفرنسي رينارد، مدرب منتخب المغرب السابق وبطل أمم أفريقيا مرتين من قبل مع زامبيا. المنتخب البحريني عنده حراسة المرمى السيد محمد جعفر، بادئين بداية قوية، هجوم للمنتخب البحريني وضغط، بحث عن هدف مبكر. الجماهير اللي حاضرة هنا في الدوحة أمامية الحمدان إلى البريكان، صواريخ صواريخ بتطير للمنتخب السعودي، ينطلق ويعدي ويمر برجله الشمال في العمق الحميدان، يبحث عن التصويب والتسجيل، ولكن في الوقت المناسب الدفاع البحريني يتصدى. لعيب لعيب لعيب، تحضير البريكان، تصويبه، يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي، لا 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 لا، البداية قوية، بداية روعة. سالم الدوسري بطل آسيا، بطل أبطال آسيا اللي هيكون موجود معانا إن شاء الله هنا في قطر في كأس العالم للأندية، ليكون الهلال السعودي بعد غياب طويل بطل لأبطال آسيا لثالث مرة في تاريخ نادي القرن البحريني. يضغط بكامل الخطوط، ولمسة واحدة لمسة واحدة ولكن تطلع تطلع تاني إلى ضربة ركنية. يا ترى هي ضربة ركنية ولا إيه؟ يعني انطلق تاني على طول، أدي الوان سري، السرعة والمهارة لك، لكن ياسر الشهراني داف والثلاثة في ثلاث مشاركات، والعرضية على طول الشهراني تعود تاني، السكند بول خدوها سالم الدوسري وعبد الله عطيف. يا ولد يا ولد، ضربة جزاء ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد، القرار سريع وفوري. عارفين ليه؟ عشان حاجتين، عشان الحكم بيتحرك صح، وعشان مسافة الحكم من الواقعة صح، فخد القرار نعم بعد برونو ميتسو وبعد كلود لوروا. سلمان الفرج في المدرجات، في المدرجات يا سلمان، مرت بردا وسلاما على الدفاع وحارس المرمى وشباك المنتخب البحريني ليطيح بها سلمان. 2-0 لصالح السعودية في مرحلة المجموعات، بينما الآن فرصة كبيرة، فرصة فرصة فرصة، ضغط الأحمر البحريني ولكن الأخضر السعودي يعود. أي قوة لام على طول، السكند بول بياخدها المنتخب البحريني، عميقة هذه المرة، تاني هتخد، هو تاني هو تاني، فرصة فرصة فرصة، ولكن أفضل حراس البطولة حتى الآن فواز القرني يتصدى. شوف 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 طوف وشوف، لسه بقول لكم خاضوا هذا المشوار، هقول لكم مين من السعودية ومين من البحرين، بس نكمل اللعبة الجميلة دي. يا ولد لعيب، علي مدني عدي، لكن اتقفل عليه كويس قوي. عبد الله ضربة حرة، عبد الله عطيف، سلمان فرج، لكن مقطوعة بتمركز دفاعي جيد للبحرين، ترجع تاني على طول، تصويبه بعرض الملعب سلمان فرج، استلام بدوران، دفاع البحريني زياده عدديه في الوقت المناسب، ثم تشتيت تعود تاني الى سلمان، لسلمان الفرج لمسه واحده بالخبره، عاليه فوق لكن تمركز دفاعي جيد جدا، استلام من لمسه واحده من علي مدن. يا ولد يا لعيب، تتعمل له تاني لقدام، لكن مقطوعه سالم الدوسري، قوه مهاره انطلاق اختراق، يبحث عن مجال للتصويب سلمان الفرج، مين على مين مين على مين، تحرك الحميدان من غير كوره، يغير اتجاه اللعب، راحت للبريكان، البريكان الى
سالم المعلم هو اللي بيديره. منتخب البحرين يعود بالكامل فترة طويلة. هذه الهجمات المرتدة الخطيرة. مهدي الحميدان أمامية أقصى اليمين، علي مدد منتقل من ناحية اليمين، ياسر الشهراني كأس العالم 2022 أمامية الغنام. الغنام ضغط عليه بقوة، يا ولد تولد تولد، لسه في الملعب، لسه الفرصة مستمرة. الأحمر يحاول ولكن الأخضر كان غير اتجاه اللعب. يا ولد يا ولد يا فنان، لا 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 لا، حته كده حته كده من خالد مسعد، حاجه من ريحه الحبايب. جيل اخضر كما فعلت النسخه القديمه في 24 سنه. محاوله بحرينيه عرضيه داخل منطقه الجزاء مرت من امام الجميع. الكره والمحاوله الماضيه بعد ذلك لا زالت في ارضيه الميدان، لا زالت مستمره، لا زالت قائمه. عرضيه تاتي والتصدي لغادي لخارج ارضيه الملعب. زياد الصحفي في المكان المناسب يبعد الكرة والمحاولة الماضية تصل إلى خارج أرضية الميدان. ركلة محاولة لمصلحة البحرين في منطقة الجزاء، أبعدت الكرة الماضية، عادت مرة أخرى أصافرة وخطر. طلع طيف، لكن طيف لا زال في أرضية الملعب قادرا على أن يكمل بقية أحداث المواجهة. ياسر ينطلق الآن من الجهة اليسرى، يمر الكرة بعد ذلك لمصلحة المنتخب السعودي. خطيرة 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 خطيرة، ملعوبة. سيد محمد جعفر سيد في المكان المناسب يتصدى. أخضر من أجل أول أهداف اللقاء. محاولة ملعوبة بشكل قصير، عادت لمصلحة سالم. عرضية من سالم في منطقة الجزاء، لكن تغطية وإبعاد، تغطية وإبعاد. سات حاضرة بالنسبة لكلا المنتخبين. محاولة لمصلحة المنتخب البحريني الآن، 4-3 تسديدة تأتي، لكن وين 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 نهائية. كرة تصل إلى سلطان الغنام، رأسية من الحمدان، بينما في الجانب المقابل لا يمكن لأحد أن ينكر ما يقدمه إيليو سوزا مع المنتخب البحريني من خلال منافسات هذه البطولة وقبل ذلك غرب آسيا. كرة بمحاولة عرضية في منطقة الجزاء تأتي، لكن إلى خارج أرضية الملعب. لا زالت لا زالت في أرضية الميدان. خطيرة الآن كرة، خطيرة الكرة الماضية والمحاولة الماضية وصلت إلى ركلة ركنية. هنا الانطلاقة من الجهة اليمنى، عرضية في منطقة الجزاء، الإبعاد لم يكن إلا لا والله، طلعت طلعت الكرة من الأول، من الأول طلعت إلى ركلة ركنية، وصلت إلى ياسر الشهراني، تسديدة من ياسر إلى ركلة مرمى، مرت بجوار القائم الأيسر. الشوط الإضافي أو الأصلي، الأصلي الثاني، كرة عرضية خطيرة ملعوبة، جول بحرين بحرين بحرين، وبأقدام ابن هرماحي تسجل أول أهداف اللقاء، تسجل هدف في المباراة النهائية، تفجر الأفراح في كل مكان. يا مال يا مال، تسجل البحرين ويضع كرة في المرمى ليتقدم المنتخب البحريني الآن بأول أهداف اللقاء. هي هي هي، لا 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 لا. رميحي 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 يضع كرة في شباك الحارس فواز ويعلن عن أول أهداف اللقاء وأول أهداف المواجهات النهائية. فرحة المدرج، فرحة المدرج الذي يضع كرة في المرمى ليعلن عن أول أهداف المباراة النهائية وعن تقدم المنتخب البحريني بهدف مقابل لا شيء. 1-0 للبحرين، 1-0 للبحرين. كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن، ركنية لمصلحة المنتخب السعودي في الدقيقة رقم 72 من أجل التعديل. الآن ينتظر التبديل، عبد الفتاح السيري يدخل في أرضية الملعب خلال اللحظات القليلة القادمة كتبديل ثاني حاضر بالنسبة للمدرب هيرفي رينارد. عبد الله عطيف هو من يترك أرضية الملعب، وعبد الفتاح السيري هو البديل الثاني بالنسبة للمدرب الفرنسي في تشكيلة الأخضر من خلال أحداث هذه المواجهة. كرة ملعوبة من ركلة ركنية وصلت إلى سلطان الغنام، محاولة تعود من جديد بأقدام سلطان. عرضية في منطقة الجزاء، رأسية وإبعاد، لا زالت المحاولة مستمرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب السعودي. عودة من الرميحي في المكان المناسب، مرتدة لمصلحة المنتخب البحريني. مهدي حميدان من صنع هدف المباراة الوحيد، يا مهدي هدفا للتاريخ لو استمر إلى نهاية اللقاء وإلى نهاية أحداث هذه المواجهة، إلى نهاية أحداث هذه المواجهة سيبقى عالقا في ذاكرة التاريخ. ابن رماح ابن رماح
ارمي محمد هنا يسجل. هنا قصة هدف المباراة الأول من الجهات اليمنى، جهات الانطلاقة. مهدي يمهد الطريق من أجل أول ألقاب الأحمر، يمهد الطريق من أجل أول ألقاب البحرين. والرمحي كالرمح يضرب كرة في شباك فواز ليعلن عن أول أهداف اللقاء، ليعلن عن أول أهداف اللقاء بتقدم المنتخب البحريني بهدف مقابل لا شيء. 17 دقيقة يا بحرين من أجل التاريخ، 17 من أجل الإنجاز، من أجل اللقب، من أجل الأفراح، من أجل عيسى بن راشد. عيسى بن راشد واقف على بابك.